الرحمن الرحيم. اليوم راح نصور لكم عملية لف الماطور من الاليف للياء. هسه الماطور قررنا عليه بانه محروق. راح نجي نفتح البراغي مالته. اول عملية في اربع براغي مفتاحين. هذا الماطور بولفرنج الصفحتين، يعني مو جهه بولفرنج جهه بوشه. ممكن تفتحونه هاي من هاي قربها حتى تضربها بالنايف. انت تضربها راح يطلع عندك قص الماطور يصير من الجهة المرتفعة عليك حتى تقصها براحتك. هذا قلم مال قص وهذا تشاكوش. راح نجي نقصها براحتك. بعد ما قصيناه هذا القطع الصحيح تشوفونه، هذا السي من دبة. هسه شو نسوي؟ نجيب اي برغي او اي شيء عندك هنا تقدر تطلعه السيم بهاي الطريقة. هاي للمؤخرة مثل السين، يعني بالنهاية مو من هنا، بالنهاية قرب عليها، بالنهاية تضرب هالشيء، تفتر على كل الماطور حتى شنو نقدر السلك مالته تليته. اعذرونا من الأصوات لأن بالشارع أنا. بعد ما حركناه بهاي الطريقة شوية تقرب حتى نطلع السيم بهاي الطريقة. هنا بعد ما كملنا التنظيف راح نقيس طول المجرى من هاي لهنا. ايش قد؟ هذا عندي 3 سنتي. اقص المايكة مالتي 4.5 سنتي، 4.5 سنتي. زين؟ اجي اسويها بهاي الطريقة، اسويها حواف جانبية حتى شنو العازل من يدخل المجرى ما يطلع من مكانه، حتى من اخلي السيم يبقى ثابت بمكانه. بعد ما سويناها هالشكل راح اجي اسويها بهاي الطريقه. خرب عليها. لاحظوا بهاي الطريقه. اجي هاي المقطع هذا اسوي 3 قطع عريضه. اجي اسويها بهاي الطريقه. لاحظوا شو ادخلها بالمكان مالته المجرى. هاي الطريقه مالته تشوفوها عم نعكسها. هنا ما راح نستخدمها، اللي اكو ناس يقولون ما عندنا هاي الماكينه ما نقدر نلف. فاليوم راح نبسط الشغله ونخليهم يلفون بدون ماكينه. طريقه اللف مالتك عندك من 1 إلى 36 مجرى، اللي هو هذا الماطور قدامكم. راح نلفها بقالب واحد، يعني ما نسوي عده قوالب. الطريقة مال اللف شنو؟ الخطوة مالته راح نلف من نبدي من رقم 1 نقعد السيم إلى رقم 7، هاي الخانة الأولى. نفس القالب راح يزحف على الخانة الثانية إلى رقم 8، والخانة الثالثة إلى رقم 9، هاي الطريقة الأولى. زين عيني؟ فنترك هنا 3 للاستارات للملف البدائي. هسه راح نلف ونشوفكم الطريقة كلش سهلة وراح تحبوها. هنايا مثل ما قلنا راح نسوي القالب، قالب اللف
هذا قالب اللف بين رقم واحد وبين رقم سبعة. هذا قالب اللف معنا نحسب نتأكد 1 2 3 4 5 6 7. على هذا الضوء راح نشتغل. السلك المستخدم عندنا قياس 25، زين عيني. العدد مالته 90، كل خانة 90. راح نجي نفس القالب هذا راح اشتغل بيه، لاحظ. هاي 90 عدد، شو راح نقعدها؟ طريقة كل سهلة، نختار رقم واحد هنا أي وحدة من الخانات، نجي نحط الغطاء عليه، زين، نحسب هنا نتأكد بأنه بالسابع 1 2 3 4 5 6 7، فهذا السابع مالنا راح يكون. هنا نلاحظ ترك عندنا 5 بالنص، راح نكمل اللف، نفس القالب. لاحظ الخانة الثانية وين راح تقعد. استخدمت نفس القالب، أتقدم خطوة للأمام فقط، خطوة للأمام، وهنا أيضا خطوة للأمام. هذا لف. السلام عليكم. نيجي الخانة الثالثة، ايضا نتقدم خطوة للامام. طريقة مع اللف كل السهلة، وما تكلفك لا قالب ولا كل شيء، مجرد على خشبة صغيرة تسويها وتقدر بالبيت تشتغلها. لاحظ نفس الترتيب يترتب الكويل. لاحظ قد الترك 1 2 3 للاستارات، يعني نفس الطريقة مالتنا القديمة. هسه انتبه على هالخطوة كلش مهمة، شو راح نقلب الكويل، لان هذا راح يصير متواصل. هسه البدايات كانت من ناية، لاحظ البدايات كلها كانت من ناية والنهايات من ناية. هسه راح يصير بالعملية بالعكس، راح نقلب الماطور هالشكل ونشتغل. لاحظ هسه هذا نهاية الملف، راح اقلبها علي، صارت النهاية علي. اجي ادخلها باول خانة، اول خانة ادخلها واترك بالنص 5، يعني اخليها بالسادسة 1 2 3 4 5. صارت نفس خطوة اللف بس انعكست بالعكس. هاي كلش مهمة، هاي التحويل من خطوة لخطوة. هسه راح نكمل ونشوف. الثانية ايضا راح اسحب خطوة، والخروج دائما يكون باتجاهي. هاي فقرة مهمة ايضا، خطوة لقدام، دائما نصعد بالخطوات للامام حتى يكون عندنا نهج واحد بالشغل. هسه بقت لنا مجموعة واحدة، المجموعة الأخيرة، خطوة للأمام من ناية، خطوة للأمام من ناكية، وخروج السلك دائما راح يكون باتجاهي للمرحلة الثانية. المرحلة الثالثة راح أرجع هسه، المجموعة الثالثة أو القطب الثالث راح يكون نفس الخطوة الأولى. لاحظ هسه الخروج من ناية، المرحلة الثالثة راح تكون نفس الأولى، الخروج راح يكون من ناية نفس هاي، والمرحلة الرابعة راح تكون نفس هاي اللي متقابلها. راح اكمل اللف واشوفكم.
هذا الكويل الثالث 1 2 3 رجعنا نفس الكويل الاول، النهايه تكون من نهايه هاي المجموعه الاولى، راح نلف المجموعه الثانيه. هسه هاي المجموعه الثانيه ايضا راح يكون اتجاهها الخروج من هناك، ونتقدم خطوه للامام. اهم شيء دخول وخروج الاسلاك حتى ينضبط عندك المغناطيسيه مالتك تكون صحيحه، الاقطاب المغناطيسيه. لاحظ شويه تعدل القالب مالتك. هسه بقت لنا مجموعه واحده، هاي اخر مجموعة بالقطب، ايضا راح نتقدم خطوة للامام. ومنها خطوة للامام. هاي كل مجموعة تحتل عندك 9 مجاري، 9 × 4 = 36 مجرى. هسه هاي الثالثة، الرابعة راح يكون خروج السلك من هالجهة. راح نكمله. هاي المجموعة الأولى راح نبدأ بالبداية، لا تنسى الواير دخوله أو خروجه من هنايا. راح نترك هنا اشقد 5.5، نفس الشيء. أهم شيء تدقق على شغلك، يعني لا تشتغل وأنت بالخطأ، بالأخير تحس بالخطأ مالتك، لازم البداية. هاي المجموعة الثانية، خطوة للأمام، لاحظ الخروج على اتجاهي. نعبر خطوة للأمام، شوف خص المعطور لفة كل السهل، طريقة ما تتعبك، قالب واحد وانت قاعد بالبيت تقدر تشتغله. ايضا خروج من هنايا، تلاحظون اركز على هذه الفقره، لانه اذا هذا صار بالعكس معناته الماتور ما راح يشتغل عندك بصوره صحيحه. هسه خلاص عندي الملفات التشغيل الرننج زيني، شوف لف متواصل من البدايه للنهايه. هسه راح نكمل وياكم الستار. هنا بعد ما كملنا ملفات التشغيل، هسه ملفات التقويم. القالب مالتنا راح نسويه بين اول خانه منها واول خانه منها، يعني ترك الرنات اللي هي 6. زين عيني، هاي القالب ايضا راح نشتغله بقالب واحد. السلك مالته راح يكون 29 او 28 حسب متوفر عندك، العدد مالته 140. راح نبدي نلف. هذا العدد 140. هسه راح نجي نقعدها، راح نسوي اللفه خانه بخانتين. طريقه اللف راح تكون خانه بخانتين، هاي خانه
هسه عندنا المجموعة الثانية، هسه المجموعة الثانية راح نخليها هنا ايضا. نقلب الاتجاه مع خروج الواير، وهنا يكون نجي على الخانة الاخرى. راح نجي ايضا نقلبها لان هاي الخانة الثانية، راح نسحب خطوة للامام طريقة كل السهلة، وما راح تستخدم قوالب، قالب واحد تشتغل به على كل الماطور، قالب للرننج قالب للستارت. لاحظ هسه نرجع على الخانة الاولى، هسه هاي الخانة الواحدة راح نخليها هناية. ما ننسى اتجاه خروج الواير يكون من هناية. هسه صار عندنا اثنين، واحد باثنين بواحد. هسه بقت لنا مجموعتين يعني القطب الاخير، راح نكملها. هاي المجموعة الأخيرة، لا تنسى قلب الاتجاه مالها، خروج الواير يكون باتجاهي. هاي الأخيرة هسه انتهى لف الماطور، بقى بس عملية البندجة وإكماله. خلاص عندنا الملفات الرننج والستارت لفيناه بخطوة واحدة. هذا هو القالب النهائي مالته، لاحظ شكله حلو مرتب، بعد راح يصير عليه تعديلات ولملمة زين عيني. الشيء اللي يريد نوضحه هنا، نوضحه لكم بانه اللف سهل جدا، لا تصعب الامور على نفسك، لا تخلي معرقلات عليك. لفيناها قطعه خشبه، محتاجين لا ماكينه ولا ادوات، والسي متوفر سعره رخيص، فحاولوا تشغلوا نفسكم احسن ما تقعدون. وشكرا لكم. عمليه البندجه او تضبيط الاسلاك، هاي الطريقه مالتها بالخيط. لاحظ من هاي، هاي طريقتها، تعبرها بأي مكان هناية. لاحظ شوف حتى شكله، شكله حلو مرتب. هاي الطريقة. هسه راح نخلص هاي العملية، راح نشغله ونشوفكم الأمبير مالته. هنا راح نفحص الأمبيرية مالته، هسه راح نشغله. 8/10 الأمبيرية مالته كلش حلوة، والعزم مالته قوي كلش. فحبينا نوضح لكم هاي الطريقة باللف، وأتمنى لكم التوفيق.